غني أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني. غني فما عرف الهوى أحلى على النغمات مني. التعبير الفني ما له شكل واحد، مرات بالكلمة، مرات بالصوت، ومرات بالنغم. وشو حلو يحمل التعبير كل هالأدوات ليوصل رسالة فرح، حب، أمل. شو اللي بيدفع مطرب للتلحين وملحن للغناء؟ نعرف الليلي بطرب. ضيفنا الليلي بغني بإحساس مرهف وبلحن بالإحساس نفسه، مجتهد وبحالة تحدي دائم. صوته بلامس مشاعرك بقوة ولحنه بيدخل بسرعة على القلب. المطرب والملحن زياد برجي. أطيب من قلبك انت بكل الدنيا ماشي، بتعذبني وبتراضيني، بتضحكني وبتبكيني، قلبك ما بحبه، قلبك بعشق كل شي. صاير عغيابك منكوي وقلبي عغيابك، مستوي وعمري بيخلص عمري لما بشوفك مني زعلان. أنا ما عملت حسابك بالهجر، ما عملت حسابك تبعد وتنسى عيوني وتنسى ليلي وعنك وتنسى زمانك. أنا صاير عغيابك منكوي وقلبي عغيابك، مستوي وعمري بيخلص عمري لما بشوفك مني زعلان. ما عملت حسابك بالهجر، ما عملت حسابك تبعد وتنسى عيوني وتنسى ليلي وعنك تبطل زمانك. شو اللي بيمنعك؟ افتح لي قلبك بسمعك، فكر الزعل ما بينفعك، بطل بقى زعلان. انا صاير عغيابك من كوي وقلبي عغيابك، مستوي وعمري بيخلص عمري لما بشوفك مني زعلان. انا والله عملت حسابك بالهجر، ما عملت حسابك
مستوي وقلبي يا غيابك مستوي وعمري بيخلص عمري لما بشوفك من مين زعلان ما عملت حسابك بالهجر ما عملت حسابك تبعد وتنسى عيوني وتقسى علي وعني تبطل زقلان مروان النجم زياد برشي اهلا وسهلا فيك بطارق اهلا فيك يا هلا فيك تشرفني ميرسي ميرسي تشرفني يا هلا فيك تفضل تفضل حبيبي زياد اليوم حلقتنا عنوانها مطرب ملحن وهيدي حاله مش قليله عالميا ومش قليله بالعالم العربي انه في كتير غنوا ولحنوا بس يمكن قليل اللي نجحوا انا اليوم حلقه كمان من الحلقات الخاصه بعتبرها لالي نحن بزيت المترس اذا بدك بزيت طبعاً. المكان وبتعرف انت الصعوبات وين بهالمطرح وبتعرف كمان الاشياء الحلوه وين والايجابيات وين انت بلشت بالغناء عكس البعض يمكن وانتقلت للتلحين وكمان حطيت بصمة كبيرة بالتلحين شكرا لك شو بتحس انه الأولوية إذا بدك أو إذا بدك من الغناء شو اللي أخذك للتلحين هل التلحين كان موجود أساسا بس زياد ما كان عم يبرزه ولا في مراحل معينة طورت زياد الملحن ما بعرف أنا بسميها الحاجة هي صارت صدفة وقت كنت وقتها ماضي كنت بعقد مع شركة روتانا كان أستاذ محمود موسى بوقتها مسؤول عني وكنا محتارين باختيارات الأغاني أنا كان عندي جملة بعملها بالبيت وكنت أنا جاي من البيت على استوديو الفن على روتانا يعني ما عندي كتير خبرة بين هيدي بهالفترة فما كنت مفكر أنه ممكن الشيء اللي أنا عامله يكون ملفت لشركة أنها تتبنيه فكنت عامل أنا غنيت أنا قلبي عليك وقتها مع استاذ بودي نعوم وجه له تحيه كثير كبيره اشتقت له كثير كنت عاملها هيك لإلي انا يعني فسمعته اياها قال لي رح احط لك اياها عنوان الالبوم فصدق هذا الموضوع ارتحت بس كنت هوني بعدني خايف من فكره انه يا هل ترى صرت حامل كل شيء لحالك وبعد ما عندك اسم بعدك على يعني بعدك مبلش جديد بعد ما عملت ارضيه تقدر تحميك سألت سؤال عن الأولوية الأولوية بحس أنك تكون فاهم شو عم تعمل ولا تكون فاهم شو عم تعمل إذا كنت مطرب لازم تكون عندك إلمام بموضوع الغنية مش ضروري أنك تلحن بس ضروري كتير تكون فاهم شو هي لعبة الغنية وشو هو الشيء اللي أنت بدك تقدمه ووين مطرحه وقديش شقفتك وحصتك بالساحة وكيف بتقدر تكبرها وتصغرها هذا الشيء انت بتعرفه كيف بيصير مع الصناعه مع الوقت صح. بتصير تكبر الشريحه اللي انت شقفتك من هالبيتزا لنقول بتصير تكبرها مع الوقت وتوسع الاودينس تبعها صحيح رح نحكي بتفاصيل كثيره بهالموضوع بس كمان بدنا نرجع نبتدي من الاول من الاساس من ثقافتك الفنيه واللي هي اذا بدك اساس هالبرنامج القايم عليه اللي هو الجيل اللي قدم هالاغاني المهمه واللي عشنا عليها نحن واكيد المخزون اللي نحن عم نقدمه إذا بدك أو الألحان اللي عم نقدمها هي جاي من هالمخزون أنا بعرف أنت قديش قريب كمان لهالأغاني اللي تقدمت للطرب للأجواء ونحن أول ما سمعناك لوردة لميادة الحناوي عبد الوهاب غيره كل هالكبار اليوم بدنا نربحك بالشغلتين بأغانيك اللي قدمتها لألك ولغيرك والأغاني اللي أنا بعرف قديش بتحبها طبعاً. ومن أولهم حنسمع غنية فاتت سنة طبعاً لا سيدة مليئة الحناوي فاتت سنة الجواب منه ما وصلش مقدرش انا عالبعد ده انا ما اقدرش فاتت سنة حتى الجواب منه ما وصلش
أنا ما أقدرش مستخسري فينا المراسيل فينا المراسيل فينا المراسيل أو كلمتين اتنين منهم مستكترين كده كده من غيرهم واللي جرالنا ما يحصلش ده ما يحصلش واللي جرالنا ما يحصلش ده ما يحصلش وشو ما الله على زياد المطرب الله وسهرتنا بعد الأولى وأكيد مستمرة وسهرة غير شكل بعد هالفاصل هو حبيج غايتها إبراز الواقع لا تجميله الشباب هذا اللي يخرجوا في الشوارع هما نفسهم اللي يهاجروا ويغادروا البلاد وفي أعمالها تجسيد لتجربتها الخاصة صعيبة ولكن في الأخر تجربة مهمة كذلك ابنة الجيل الجديد للسينما التونسية المخرجة سارة العبيدي فيلمي الأحد 8:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي مطرب ملحن وملحن مطرب موضوع حلقتنا الليلي اللي بدنا نتابعها مع ملحن وموسيقي بارع جدا وملحن كمان رائع قدم ألحان كتير حلوة وألحان وصلت للناس وهذا الأهم ولا مطربين كبار بدي رحب بصديقي اليوم محمود عيد اللي هو المايسترو مرسي مروان ومساء الخير ومساء الخير لزياد انا ابن البرنامج نحن بنرحب فيك كمان انا بنرحب فيك كمان اليوم ونورتنا ميرسي ميرسي محمود رح نفوت دغري بالموضوع انت الحانك هالقد قريب للقلب وانا بعرفك قديش انت منغمس بالفن انت مش بتشتغل بالموسيقى انت بتحب الموسيقى هالقد وصوتك حلو وعندك طريقتك بالاداء وانا بعرف تماما بقولها للمشاهدين في كثير من المطربين بيغنوا على طريقتك انت على طريقتك هلا هيدي مساله احساس من الاخر ليش ما فكر محمود عيد انه يغني خليني بلش لك بدي اقسم السؤال لشغلتين بدي اقول شو هو التلحين بالقبل وشو هو الغناء التلحين هو عباره عن تراكمات نغميه موجوده فينا باللاوعي والسمعي صح بتجي من خلال حفظ كميه كبيره من الاغاني والجمل اللحنيه والجمل اللحنيه اللي بتبقى اكيد فيها المقامات والأوزان وهالجمل اللحنية هي اللي بتخلينا نعمل موسيقى جديدة وهالموسيقى الجديدة كمان مرتبطة بحالتنا إذا نحن عايشين الفرح أما عايشين الحزن أما عايشين الانفعال ومحيطنا وسقافتنا وكل هالأمور فأنا يعني رأيي الشخصي أنه لازم يكون الملحن يملك صوت حلو ليقدر يوصل لحنه لا يعني لا يقدر يوصل لحنه لا بطريقه احساسه للمطرب اللي عم يسمعه بدي اقول بين قوسين كبار في ملحنين كثير كبار اصواتهم مش حلوه مزبوط
مزبوط. الرحابيني ممكن يستعملوا آلات موسيقية وهن عم عم بيسمعوا الشغل في طريقة توصيل مختلفة مزبوط. يعني أما المطرب يلي هو المؤدي اللي بيغني اللحن بطريقة طربية يعني طبعا هذا الشيء بيرجع لبراعته وشطارته بالتصرف نتيجة الـ إذا بتقول المكتب الفني اللي عنده قد ايه حافظ هو أغاني وهو اللي بيتفاعل مع المقامات ومع الأوزان. فهلأ السؤال إنه الملحن أكيد أي ملحن بيملك هودي الشروط الموجودين بيقدر يغني. كمان ما بدناش ننسى بين قوسين إنه اليوم المطرب مش بس صوت. شو رأيك باللي عم بيقوله؟ مثل ما عم بيقول يعني قريب كتير من اللي عم بيحكي. بس مقومات المطرب صوت حلو أو صوت مقبول إنه يؤدي الجملة المطلوبة منه وبده يكون في عنده فعلا كاريزما وقبول وشخصية. هالشي مش مطلوب من الملحن غالبا. الملحن مش مطلوب يكون كاريزماتيك ولا مطلوب يكون مهضوم ولا مطلوب يكون حلاوة ولا جخيخ ولا شيء من هيدول. الملحن عليه إنه يقدر يؤدي اللحن والفكرة. ساعات حتى بيكون صوته مش حلو مثل ما أنت عم تقول. فما إلى رول ريك بقاعدة مراكب عليها. لكن في أصوات يعني بليغ حمدي إذا بتسمع الراحل كيف كان يغني هلا بلش يعرفوا انه هيدي مدرسه. بعصر الغناء الدسم كانوا يعتبروه انه بيغني بسيط مظبوط. بينما هلا بتعرف انه هيدي زبده الغناء هي اداء اللحن باطرافه. مش كل ملحن طبعا بيقدر يغني لانه بينقصه اذا بيمتلك المقومات اللي بتجعل منه مطرب. صحيح. محمود قدمت الحان كثيره ومن اخر الاغنيات اللي قدمتها للمطرب وائل جسار اغنيه جميله جدا صدفه بدنا نسمعها منك اليوم. يلا ليش لا جاهزين. بدي انا هيدي الغنية انا كتبها ومروان كان من اول الناس اللي عم بيشجعوني انه اكتب لانه انا كنت ما اوثقش فيها. هلا رح نحكي ليش انت كتبت كثير حلو على فكره كمان. هلا رح نحكي فيها. حبيت كثير اذا انت اللي كتب. انا هلا عرفت برو كتبها. بيقولوا إنه النصيب عغفل بيجي وبيغيب. بيقولوا إنه النصيب عغفل بيجي وبيغيب. يمكن هلأ صار نصيبي إنه لاقي حبيب إنه لاقي حبيب. وبالصدفة شفته ما بعرف شو صار إحساسي بعمري ما حسيته مرة. لا 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 شكلي وقعت بحبه كلامه شو أثر فيي. عيوني بتحلى لما تشوفه يا ويلي شو عامل فيي. شكلي وقعت بحبه كلامه شو أثر فيي. عيوني بتحلى لما تشوفه يا ويلي شو عامل فيي. بشوفه حلو من لما قلبي معه غير لي طعمة حياتي من وقتها صارت له. بيقولوا إنه النصيب عغفل بيجي وبيغيب. يمكن هلأ صار نصيبي إني لاقي حبيب إني لاقي حبيب. الصدفة شفته ما بعرف شو صار إحساسي بعمري
معقولي حبيته صدقوا اللي قالوا حب من أول تطور له الملحن باحساس باحساس غنيه طبعا في شيء وجداني من جوا طبعا بدي اروح مع زياد لاغنيه انت قدمتها كمان وقدمتها لصوت متمكن محمد عساف اذا ماني غلطان الاغنيه عنوانها تعال نقعد مع بعض شوي تعال نقعد مع بعض بدي اسمعها انا باحساس زياد الملحن على فكره عزيزه على قلبي كثير هي من كلمات احمد ماضي طبعا توزيع بلال الزين تحية لل وكانت صراحة كمان هذا الموضوع بيسوى نمرق عليه أوقات كتير بصير في منا إهانة أبدا إذا غنية ما لبقت لفنان صحيح بيبقى الهنك مش لابق فأنا بعتقد أخطأت هون كملحن بإني وديت هالغنية مع محمد حبيبي عنا نجاحات كتير مع بعض هاي الغنية كانت بتحس مش لشخصيته مش لشخصيته أبدا مش لشخصيته مش لصوته ده بتصنف بتميز بين الشخصية والصوت ولا تربطهم ببعض؟ بحسهم تلقائيا رح يركبوا على بعض غالبا الصدق إذا في صدق بيكون الصوت والأداء بيشبه الشخصية بطبيعتها وصادق محمد بوجهه البوسي طبعا وصديقي وعزيز صادق لدرجة فعلا شخصيته بتشبه غنائه فأنا حاولت بوقتها كنا عم نشتغل على ألبوم نوع قد ما بقدر وهذا الشيء ما كان صائب فالغنية هيك عزيزي على قلبي اشتقت لها ميرسي لأنا طلبتها صار لازم ارتاح شوي وتعني اقعد مع بعض شوي تعني احكي مع بعض شوي مش حرزاني القصة بكي انا تعبان من التفكير صار لازم ارتاح شوي بلا ما تملي وتكمل بلا ما تخبي عني الكل بلا ما تملي وتكمل بلا ما تخبر عني الكل اللي انه عندك حل حل القصة شوي شوي وتعالي اقعد مع بعض تعالي احكي مع بعض شوي مش حرزاني القصة انا تعبان صار لازم يلا كنا واحد صرنا اتنين خبرني شو عم بيصير في اشياء بدها تفسير تاركني ورايح
لوين احكي دغري بلاي قرب ما تبعد لبعيد احكيني دغري بلا تعيد قرب ما تبعد لبعيد تترك لي قلبي وحيد والكتير يصير شوي تعال نقعد مع بعض تعال نحكي مع بعض شوي مش هرزاني القصة دي أنا تعبان من التفكير صار لازم ارتاح شوي شكرا الله يا زياد بقول وبرجع بقول دائما انه اجمل شيء تسمع الاغنيه مش بس بصوت الملحن الاساسي بصوت اكثر من المطرب لانه بتعطيها بعد ثاني. نحن بنهايه الفقره مايسترو بدنا نشكرك كثير ووجودك معنا هون ما بتصدق ماني معود انا معود تحت تفرق مع انه مسافه صغيره بس كنت رائع مطرح ما انت كمان هلا وبشكرك وبتمنى لك كل التوفيق ونحن سوا دائما ان شاء الله. فقرتنا هيدي انتهت اكيد منتابع حلقتنا بعد هالفاصل.
من عز النوم من ألحان تلمون وهبي الله يرحمه. هنا السيدي فيروز في عشق للسيدي فيروز كلنا ايه. سوا اللبنانيين والعالم العربي. زياد عندك شيء خاص كثير كثير يعني معلق فيها يعني كثير شقفي من حياتي من ذاكرتي من تجاربي من طفولتي من شبابي عايشه على اغاني فيروز. ف هالإنسانة صارت ملازمتني يعني فيروز هي نتاج إذا بدك كمان بروعة صوتها هي نتاج كمان الرحابني ماشين ماشين كبير زكي نصيف ومجموعة كبيرة وعبد الوهاب كلهم عطيوها طبعا. هالأشخاص هودي ما في شك بعبقريتهم هن يتأثروا كمان باللي قبلهم إلى حد طبعا. كبير وتأثروا بالتراث لأنه تقريبا هن كانوا البدايات. نحن إذا بدك وزياد برجي من وين عبيت المخزون تبعك اللي هو باخرة النهار المخزون تبعنا هو اللي بيخلينا نقدم شيء جديد. ما في شك انك عبيته من كل شيء سمعته مثل ما قال بشوي استاذ محمود في شيء ومنه بتعبي جمل بتتاثر فيها وبتعلم فيك مساحتك بانك تخلق خط جديد في لها كثير صعوبه بدها مجهود خاص لانه اذا بدك تفكر تنتج من اللي حصدته فانت رح تلاقي حالك عم بتكرر اللي قبلك. مش هيك حالات الملحن الناجح والنافر عم بتكون قليله من كل فتره كل حقه بتلاقي برز حدا او اثنين او ثلاثه ارقام عم بتكون الاعداد ضئيله بس اللي رايحين عليه بحس انا شوي معلش مش عم يتضوا عليه قد ما بالشكل الملائم لانه اللي رايحين عليه اصعب كثير من اللي كان مطلوب قبل من كل هالماشين الكبيرة الضخمة اللي خلقت هيدا التاريخ اللي نحن ربينا عليه وعبينا عليه مخصوص. يعني زياد ما في شك انه انا بشاركك هالهموم وهالهواجس هيدي لانه انا عشتها بس الليلة مطرح انه اسأل اكتر وعرف رأيك انت زياد برجي. بدي اقول انه نحن بالحلقة هيدي ما عم نقول انه بس توضحها انه لازم كل ملحن يغني. نحن مع التخصص مع طبعا. انه كل واحد يعمل دوره بس نحن عم نقول وقت اللي بيكون في مقومات تانية ليش لا. ورح اذكر ضروري اذكر اسماء كثيرة ويمكن بعض الاسماء ما تنذكر بس الاساسية اللي هي برعت وقدمت بالتلحين والغناء بلش بسيد درويش محمد طبعاً. عبد الوهاب طبعاً. فريد الأطرش طبعاً. زكي نصيف ملحم بركات إلي شويري طلال مداح محمد فوزي صح ايه. اسماء كثيرة ويعني في كثير اسماء بعد بدي اقول هون انه هالاشخاص هودي بتلاقي علموا بطريقه مختلفه لانه قدروا قدموا هالشغلتين مع بعضها. واضح انه ايه اسمائهم مجاوبه عن سؤالك المهم كثير بشكل خطير. وانا هلا عم بيلفتني انت وعم تقرشف هيدا الموضوع عم بحس بالجواب عم بيجي لحاله انه فعلا ايه. بس يا ترى نحن رايحين لمطرح انه كل مغني مفروض فيه يكون عم يعمل جملته. انا هيدا النهار بتمنى اني اشوفه بصراحه. فاذا انا قادر اكون المغني اللي اخترع هيدي الفكره قد ايه حقدر اكون ريل وقريب من هيدا الاودينس اللي هلا عم يطالبني بهيك اللي هلا ما بقى يمرق معه غير هيك. ومضطر اقول بتجربتي انت ابتديت مطرب ولحنت الاصعب انك تبلش ملحن وتقرر طبعا. وكانه بنظر الكل انك انت عم تطلع درجات لفوق. ليش عم تطلعها انت؟ بالعكس يمكن بهالشكل اسمح لي اقول انك بتكون عم تنزل درجة. الناس مش عارف الموضوع. انا بتمنى انه هيدا الموضوع عن جد ضميريا انا بتمنى انه يكون انا وانت وكل الزملاء اللي هلا عم تنفتح لهم فرص ان شاء الله بهالجيل الجديد عم بيعطيهم هيدي الفرصة انهم يقولوا هالكلام. نحن قلنا زمان بهالمهنة وعم تعذب صح لحتى نقدر تنسمع كلمتنا. فبنشكر هيدا الجيل اللي مضوى علينا. بس في ملحنين كبار وانت بتعرف تقريبا ما في ملحن ما حاول بطريقة معينة طبعا. انه يغني. عندك اصوات مثل بليغ حمدي طبعا. صوت رائع كان. محمد الموجي في اصوات كتيرة انما ما احترفوا الغناء خوفا بوقتها من اصوات مقابلهم مثل ام كلثوم وعبد الحليم وفيروز وعبد الوهاب الى اخره. بس بدي اقول شغله تانية. وديع الصافي ننسى كثير او البعض ما بيذكروا انه هو ملحن. وديع الصافي فوق ال 2000 لحن تقريبا اغلب اغاني بس صوته الكبير تقريبا محي بذاكرتنا فكره انه هو صح ضل مسيطر. سطوه المقارنه هون سطوه الصوت ايه سطوه الصوت سطوه الموهبه اللي بتبقى بارزه اكثر تاخذ من قدام طبعا
الموهبه دائما دائما. وهيدا الشيء حساس جدا عم تحكي فيه حضرتك. انا بكل شيء بتحكيه بس انا بتسمع عليه، واصلا بحب استفيد من هيدي التجارب هالعمالقه هودي الله يرحم ترابه استاذ وديع. يا هل ترى في مواهب تبقى متوازيه وبيكون مشروعها هي ان الباكج هي بحد ذاتها تكون هي اللعبه؟ انا حاسس انه بالنسبه لي لتقييمي لنفسي، اذا بدي اجي اقول ملحن زياد برجي عم بيقيم زياد برجي المطرب اللي بوجهه او اللي عم يدعي انه قدر يعمل كل شيء، بحس انا انه ما عندي سطوه شيء عشي. بحس انه الحمد لله ربنا عطيني اياه جاي متوازي بشكل عم يخدم بعضه على قده، مش مشكل تقل دم على حدا. لا اللي بيشتغلوا بالفيلد التلحين مزعوجين مني، ولا اللي بيشتغلوا الحمد لله مطربين كلهم، لانه ما نستهلك فيها. قد يكون قد يكون. وانا ضل اقول في ملحن موهوب بس في ملحن كمان ذكي، وهيدي بتغير المعادله. تما نروح كثير بالحديث اللي هو شيق جدا، انا اكيد المستمع والمشاهد عم ينبسط فيه. بدنا نرجع نروح للسمع ولصوتك. شو حنسمع يا غنية؟ نسمع مقطع من معجزة. معجزة. اللي قلته انا فعلا كنت عم بسمع الغنية باحساس بليغ حمدي، هالشيء وصل لي. وبدي اقول شغله اضافيه، مش بس انت موهوب زياد، انت فنان ذكي، وهذه شغله كثير مهمه. نتابع حلقتنا بعد الفاصل. الإفيه النشيط والمحتوى الرقيق، وانا لسه صاحي اهو.
ماشي مش نايم ها. صدقوني خلاص بقى يا وحش بقى وفرح ولا ايه؟ والله انها ميه صرف صحي ولونها احمر نسميها ريد بول. لا 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 لا. طب العسكري بيقلع البدله العسكريه ويلبس مدني، المدني ده هيقلع ايه؟ صاحب الرؤيه، صاحب الحكمه، صاحب القوه. حاضر حاضر. كده خربانه وكده خربانه. جون شو الموسم الثالث الخميس 9:00 بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. ومنتابع حلقتنا الليلة من طرب وبفقرتنا الأخيرة. زياد حكينا عن زياد المطرب، زياد الملحن، بس في قسم كتير مهم بالنسبة لك اللي هو التمثيل، واللي أكيد كان هو مفصلي أنا بشوفه بمرحلة عندك. حكيني عن هالتجربة وقديش أضافت لك كمطرب وكملحن بأفكارك التلحينية إذا بدك. طبعا البداية كانت مع أستاذ مروان حداد اللي موجه له تحية، مع تحية دايما، وكانت مع فيليب أسمر ببروغرام بمسلسل اسمه غلطة عمري. كنت أخده كفرصة موافق على أني أعطي نتيجة جيد، مش جيد جدا، بس كنت عم فكر كبروديوسر لشخصي، ما عندي منتج، كنت عم أقول باخد هالبرودكشن من هالمسلسل وبعمل فيها فيديو كليب لغنية لإلي وبمرق غنية، هيك عم فكر بزياد المطرب كل الوقت ومش غلط بهالموضوع. وعلى الأقل كنت عم فكر أني أضمن أني أطلع مرتب، مش أنه أطلع ممثل كتير فز يعني، بس أنه على القليل أطلع حافظ ماء الوجه قاطع هيدا ما عندي مش ما يضرني إذا أنا فادني. فلما دخلنا والله في الله سبحانه وتعالى، مروان أنت بتعرف ربنا عنده حكم وعنده أشياء بكل شيء بتصير. أنا منين بدي أعرف أني أنا كنت ممكن أمثل يعني؟ فما بعرف كيف صارت أنه صاروا المنتجين وصاروا أستاذ مروان حتى، والنتيجة أثبتت أنه أنا منيح قاطع، حبيني الناس وتقبلوا مني هذا الشيء، لأنه مرتكز على نفس الشيء اللي مرتكز عليه الملحن، وتعودت أني خليه ملزمني بكل شيء بعمله. هو الصدق، شخصيتك إلى حد الصدق، بس تكون صادق بإحساسك حقيقي بأي شيء بتقدمه. الظاهر التيوري تبعي عم تركب هيك، ظاهر الناس بتحب الحقيقة وكيف ما برمت، مش ضروري يكون ممثل كتير بارع. شو التحضير هلا؟ شو محضرنا زياد؟ هلا بلشنا بالفيلم طبعا مع فالكون فيلمز مع رائد سنان، الفيلم مع دليدا كامباك، انا ودليدا اللي قلنا فترة الفانز كلهم عم يشوفوا هذا الشيء، عم نقدم بروجي بيشبهنا، بيشبه الشاب اللي هلا كيف عايش، مش عم نروح نستطرد كتير وعم نفتش على حدا غريب نقعد نسوق له، عم نسوق للشاب هلا كيف عايش، وخصوصي الشاب اللبناني بظروفه الحلوه بظروفه القاسيه. كان ماخوذ فتره عنه انه شاب جال وتياب وبيهتم بمظهره اكثر ما بيهتم بمستقبله. عم نضوي على بقصصنا اللي عم نشتغلها نحن واستاذ رافي، عم نضوي على انه الشاب اللبناني اضطر يكون موجود واقف مطرح ما بتزته بيجي واقف، اضطر يشتغل كل الشغلات لانه الظروف اللي مرقت عليه بال 25 30 سنه جيلنا منا سهله ابدا. فاي شخص عم ينجح لازم يكون له زقفه كبيره. المهم زياد الزقفه الكبيره هلا لك. ثانك يو. ونحن صرنا على اخر لانه الوقت دائما عدونا، بس كمان قدمنا بهالوقت الصغير، انا برايي شيء حلو كثير. معك متعه مروان، انا بشكرك، انا بهنيك وبشكرك اول شيء على فكره هالبروجرام، لانه انا بصراحه اللي جمال مشتاق كون ببروجرام غني فيه اكثر ما احكي. صح. الناس مشتاقه لهيك، واذا حكى ينحكى موسيقى وينحكى، واذا حكى انحكى شيء له طعمه. انا بحس ما في ثانيه من بروجرامك بتروح ما لها طعمه، which is add value لإلك، وعم تتنوع حو فنان شامل غير بتلحن وبتكتب وبتغني. الشكر للمخرج طبعاً، للأعداد، للمايسترو، للكل، لأنه طبعاً مايسترو محمود عم يشتغل، بدي بوجه له بوسي قبلي على جبينه وعلى كل أعضاء الفرقة، مع رئيس فرقتي أستاذ بلال كمان موجود بيناتنا، وأستاذ محمد البرفت، وكل الشباب أنا بتشكرهم وعلاقتنا فيهم قديمة، وأنا كتير مبسوط اليوم، الجو بعقد حبيبي. زياد أغنية اللي مثل ما بنقال التعبير كسرت الدنيا هالموسم اللي قطع، شو حلو وشو حلو. غنيتها أول مرة صوت معك على فكرة، كانت بعدها مش نازلة، غنيتها ببروجرام. وشو قلت لك وقتها؟ قلت لي قلت لك الغنية رح قلت لي صبرت ميرسي، وبدي غنيها أنا وياك إذا بتسمع. أغنيها سوا يلا.
ماشي ما حدا بقى يزعله وشو حلو حبيبي شو حلو يا ترى هالقمر شوفوا ماشي ماله يا ترى بس انا عبالي دايله وحياتي ما حدا بقى يزعله واسمحوا اذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل انا بصالحوا حبيبي بالقلب صاير مطرحوا انا واسمحوا اذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل انا بصالحوا حبيبي بالقلب صاير مطرحوا ريميكس مع حمزة نمرة الموسم الثاني الجمعة 8:30 مساء بتوقيت القدس حصريا على التلفزيون العربي. لازمت كتار من فنانين العالم العربي غنوا وأطربوا ولحنوا وتركوا إرث فني كبير، لكن مهما اختلف التعبير يبقى الإحساس الفني هو الأهم. حلقتنا الليلة انتهت، تصبحوا على ألف خير.
تقولي انه الليل لو شفتك رح بتأثر وكل الاشياء اللي صارت بيني وبينك اتذكر من يوم اللي احنا بعد وعلى الماضي قلبي تسكر واللي عملتي فيه ذكرى بعمري مش اكتر مش راح فرجيكي دموعي وخليكي تردي فيهن عزي بيليكي راح غني ليلي من عذابي انا وقهري وارقص بالسهرة وان شفتك برملك ظهري قدام العالم ارسم بسمة اعمل حالي اخر همي وانت عمري وهم واغلى الناس رح غني الليل احلى ما غنيت بعمري وارقص لك رقصة وقلبي عم يرقص بصدري اسهر الليل الاخر تهدي ابقى لحالي وحالي ابكي لاخر دمع ويفضل ايدي الكاس وبتطلع صوبك فجأة وبتطلع عيني بعيد ولفت عطرك تقهر لما تمر من حدي وبلحظة اشعر رح اركض اليك وين رجعي معاك قلبي قادر يحملني بيأدي ارجع وفيك يهب الحبيب وعتم المدى بعيني يطيب رح غني الليل من عذابي انا وقهري وارقص بالسهرة وان شفتك برملك ظهري قدام العالم ارسم بسمي اعمل حالي اخر همي وانت عمري وهمي أغلى الناس رح غني الليل أحلى ما غنيت بعمري وارقص لك رقصة وقلبي عم يرقص بصدري اسهر الليل الآخر تكي ابقى لحالي لحالي ابكي الآخر دمع ويفضى بإيدي الكاس